طلعت لقيت نفسي فيها شغال فيها يعني. لقيت والدي وكان جدي الله يرحمه كان شغال فيها. يومي يعني انا بشتغل بقوم من الفجر يعني، وساعات بتني شغال لحد العشاء، وساعات بشتغل من العشاء لحد الصبح. دي في ايام في الشتاء انا بستريح في النوم في المركب عن البيت، بعمل الخيمه والبطاطين وكل حاجه موجوده. احنا دلوقتي انا شغال انا واخواتي، احنا كلنا مع بعض 3 مراكب شغالين، فيعني كل يوم احنا السمك اللي بنجيبه كله مع بعضه. الشبك حوالي الكيلو يعمل له بتاع زي 700 جنيه. في اوقات البحر بيخس ويزيد فيه، فلازم السمكه بتتحرك، لا تخش بيتها لما تطلعش بره تاني. كانت المايه هنا ايام لها ايام معينه تخس فيها وتزيد فيها، فالسمكه يعني هي لها في الايام دي، يعني المفروض الايام دي يبقى في سمك كتير في المايه، يبقى كتير كتير يعني ايه هو اصلا منه فيه مفيش ذريعه بتترمي، بس الايام دي بيبقى البحر خسس فيها فالسمك بيبقى كتير. القارب عشان تكلفيه حوالي من 12000 جنيه عشان يبقى هذا زي بتاعي كده، ده غير الموتور، ده مركب خشب بس، دي غير اي حاجه عليه يعني. والموتور في حوالي بتاع 20-25 ألف. انا نفسي يبقى لي حاجه في البحر، بس يكون ايه حاجه بعيد عن الشغل في الميه، يكون حاجه ثابته كده يعني، في السياحه غير السياحه، بس تكون حاجه ثابته يعني.